بطل تلعبني بكلامك وبسطاتك. هو ما حصلش حاجة أصلاً على فكرة، ده كان هزار على طريقه بس كده. ممكن من فضلك، من فضلك يعني ما تحكيش لمرات حاجة عن اللي حصلت؟ مش عشان حاجة يعني، بس هو أكيد أكيد هيفهم غلط. أنا واخد بالي من امبارح بتحاولي تقولي الكلمتين دول، فأنا كنت بهزر معاكي مش أكتر، وأكيد مش هقول له حاجة عشان فعلاً ما حصلش حاجة. علي أنا مش عايزاك تفهمني غلط، ولا تكون فاكر إن أنا من البنات اللي هو ممكن تخبي حاجة على صاحبها أو تعمل حاجة من ورا. ده مش أنا خالص على فكرة. الموضوع كله بس يعني إن أنا بحب السواقة شويتين وأنت سخنتني على الطريق بس كده. ده أنت حتى لما طلبت اسمي أنا ما رضيتش أقولهولك، وأنا أصلا ما كنتش أعرف إن أنا هشوفك ولا لأ، صح ولا غلط؟ رايحة فين؟ هجيب تلج. ممكن متشرحيش أكتر من كده، أوكي؟ أنا تمام. إيه ده؟ في حاجة؟ مفيش حاجة، في إيه؟ خالص. بقول لك إيه، أنا شفت هانيا وعلي واقفين مع بعض جوه وقفة غريبة أوي. بقول لك إيه؟ قطعي فيها في أي حاجة إلا الحاجات دي، الحاجات دي مفيهاش هزار. في إيه؟ بتكلم معاكي عادي. طب خلاص.